جسمي لدي امانه من خالقي فمن الامانه الاهتمام بصحتي صونا لها بوقايه وتحفظ والاخذ بالاسباب عند اصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منه الرحمن ليس بقدرتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على عبد خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين والمشاهدات ارجو من الله ان تكونوا بخير وصحه جيده واذكركم وأذكر نفسي لا تنسوا الدعاء اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين فكم من مريض يحتاج هذه الدعوه آه هذه الأيام أيام فضيلة طبيعي وكلكم تعرفوا ذلك أنا فقط أذكر عندنا عشر أيام ذي الحجة نهارها يعادل قيام رمضان الليالي العشر الأواخر من رمضان يعني تذكير فقط أنه يعني يفضل فيها الصيام وعمل و كل واحد يحسب زكاته ويدفع زكاته وصدقاته يعني أكثر من عمل الخيرات في هذه الأيام وبعدين عندنا الحج الحج وفقنا الله جميعا وقبل أن يكتب لنا حجة مبروكة طيبة مباركة حبيت أتكلم اليوم يعني كيف تستعد للحج بالنسبة للإنسان الطبيعي وبعدين نمسك كل مرض بمرضه ونفصله وبعدين إن شاء الله حنعطي لأني بعتونا بع... بعض المشاهدين أنه ما عم برد على الأسئلة فعلا لأني الوقت ضيق وال... وإن شاء الله نحاول ألتزم معكم بإذن الله دائما نكون على وصال دائم آه بالنسبة برجع احب اذكركم يعني اذا في عندكم اي مشي ممكن تسالوني على الفيسبوك محمد رفعت ما اسمي تكتبوه على تويتر كمان هي حبيت ألكن عليها يعني كمان كوسائل خلينا نعمل وسائل الخراب الاجتماعي نعملها وسائل الفائده الاجتماعيه لا لاني فيها كثرت كثير وفعلا صار شيء مزعج الواحد حتى يمسك التلفون يعني ما عدا سبحان الله الواعظين الأساتذة الكبار من المشايخ المسلمين ما شاء الله ما زالوا ما شاء الله يعني ينورون بعلمهم والله الحمد أه بالنسبه للانسان الطبيعي طبيعي تكون جاهز تاخذ معك مثلا بالنسبه للاحرام طبيعي وبعدين تحاول على نظافتك تتثقف على موضوع الحج انه لازم تيجي مثلا القدوم تكون قرات مناسك الحج كلها تتثقف اسلاميا نجي صحيا ايش حتاخذ معك؟ طبيعي ربما يجي له الواحد زكام ادويه الزكام دواء الزكام حراره ناخذ الباراسيتامول ناخذ الـ الـ ربما يجي له اي ياخذ معه مضاد حيوي بحيث يغطي معظم الامراض مو غلط هي تكون عنده بشنطه احتياط تمام واذا كان كمان يعني اذا وقع او شيء لا قدر الله اللي هو الرباط الضاغط يكون معه واحد كمان جيد والمرهم اللي ينحط على المكان الضرب يعني الوقع او الخبطه يعني الواحد يضمن حاله هذا بالنسبه للانسان الطبيعي يعني انا بقول ايش ياخذ معه شغلات اساسيه مثلا ممكن مسكنات الالم الاقوى شوي من الباراسيتامول التي تساعد ايضا اذا في اي انواع من واحد وآ مثلا واحد يكون عنده احتياط شوي يعني شغلات ادويه اللي هي المسموح استخدامها آه ويكون طبيعي الافضل تحت نصيحه الطبيب لاني انصح بذلك ذلك دائما آه ربما يعني انا بالنسبه لي اهم مريض كلهم مهمين ولكن يعني بحب ابتدي دائما بمريض الضغط يعني انت حتطلع الحج والحمد لله انا هاي الحلقه الان يعني خططنا وانا والسيد المخرج والمدير القناه على اساس انه نحاول نعملها تثقيفيه عمليه انا عندي ضغط وعم باخذ حبوب الضغط نفس الشيء اشيلها معي اخذ حبوب الضغط مثل ما انا وننتبه هنا منطقه حاره ما يجيني جفاف ما اتعرض على الشمس كثير ما امشي كثير المشكلة اللي عندنا انه مثلا كله خايف يشرب مي منشان ما يذهب ينقض وضوءه او محتاج وضوءه يحافظ عليه مثلا فلذلك بنصحك خليك معتدل يعني لازم تشرب مي يعني لا يقل من ستة لعشر كاسات مي اخذها ببساطة هيك والمفروض اذا حسبناها كذا مرة من ثلاثة لتر لأربعة لتر تمام وتكسر شرب الماء في المكان اللي بتكون متواجد فيه وفي مثلا الله يعزكم دورة مياه هاي حل حلينا مشكلة الماء واللي بخاف يشرب الماء فمنرجع للإنسان الطبيعي طبيعي أهم شيء نظارات شمسية ضروري جدا أنه يكون معك نظارات شمسية وشمسية كمان تقيخ من الشمس يعني هدول شغلات شخصية تكون معك دائما هذا وتحافظ على نظافتك الشخصية والطبيعي وفوط يكون معي احتياط مو واحد والله يبقى له أربع خمس سنين في الحج وما يغير الفوط هاي عليه لا ممكن تفك وتلبس فوط جديدة لأنك أنت لا لا تنوي فك الإحرام يعني برجع لكم يا جماعة النظافة من الإيمان يعني في ما شاء الله اقوام من المعروفين مثلا بتلاقيهم من انظف ما يمكن في وقت الحج وريحتهم من احلى ما يمكن ومثال طيب ولا بتنفس ولا في الزحام ولا شيء يعني انا ما بشرط اكون مقاتل ومصارع لحتى اعرف اطوف مثلا برجع بحكي لكم يعني هي كلها يا ريت الدول الاسلاميه كلها قبل ما تبعت حجاج تعلمهم ذو... ذوقيات الحج ومناسك الحج يا اخي انت جاي هون على بلد وبعدين اهم شغله الماسك نلبسه نلبسه كوقايه من جوه. اخي انا سليم ما فيني اجي بس البسه حد كح في وشي حد عطس في وشي ما في داعي يجي لك مره تلبسه الله يرضى عليك تلبس الماسك الهذا أي والمرأة اوريدي هاي ممكن تبقى وسيله نوع من الحجاب وايضا تبقى ماسك يعني قصدي الكمامات يعني قصدي نكون نحافظ دائما المسلم كيس وفطن والمسلمه كيس وفطنه لازم تكون شكلنا من احلى ما يمكن واهم شيء رائحتنا تبقى مقبوله تمام هاي بالنسبة للإنسان الطبيعي أظن غطيت كل مشاكله والحمد لله الخدمات الطبية متوفرة عدة المستشفيات في منطقة الح... الح... المناسك الحج وما شاء الله الحكومة ما شاء الله مقدمة خدمات أحلى ما يمكن كلها مجانا ومتوفرة لجميع الحجاج هنا خلصنا نحن بالنسبة للإنسان الطبيعي ننسي الآن بالنسبة ل برجع على مريض الضغط أول شيء يكون معه جهاز إذا لم يكن معه السماعة وال... والسماعة يسمع والساعة جهاز هو صغير نفس الديجيتال بس أدق يقيس ضغطه يتابع جاله صداع يكون عنده كمان دائما حقول اسمه في الاسدريكس موديل للبول وفي اللازكس ياخذ نص حبه اذا حس ارتفع ضغطه زياده مثلا اخذ حبه ضغط اجى الظهر حس راسه عم بيوجعه في دوخه في زغلله بعينه يفضل مراجعه اقرب مستوصف في المنطقه او مستشفى في منطقه المناسك الحج ويشوفوا الحمد لله دكاتره مناوبين 24 ساعه مثلا هي بالنسبه إلا اذا ارتفع الضغط حتقولي طيب الان انا بتروح تراجع طبيبك تقول له انا ناوي للحج ماذا نفعل؟ حيقول لك اول شيء حبوب الضغط تلتزم بها بيعمل لك تخطيط قلب بيعمل لك تحليل وظائف الكلى يطمئن عليك من جميع الجهات ويشوف ضغط دواء الضغط اللي عم تاخذه ازاي بيطلع ضغطك ولا لا يعني كمان لازم ننتبه يا جماعه وما تاكل الملح وما تحاول تتنرفز تمام تحاول دائما تهدي اعصابك والكاظمين الغيظ الغيظ والعافين عن الناس يا ما ناس يضيعوا أجر الحج بمناقشات أو بمجادلات ما لا لازمة يعني أوكي حتشوف مناظر غير جيدة أحيانا وهم قلة من ناس ما عارفين قلة بيعملوا مشاغل فلذلك نحن ما بدنا أنت حاج ملتزم أمشي هيك في طريقي وأسأل الله أن يتقبل مني هذا لأن أنت يعني هالإحرام اللي أنت لابسه مثلا ما معناه كفنك هاد مثل الكفن بيعجبون الأخوة الهنود والباكستانيين يلبسوا قماش يعني مو بشكير مثلنا نحن بشكير وهذا لا بيلبسوا قماش الكفن تبعه يشهد الله ويقول لي لا أنا أشهد الله أنه أنا جيت عملت عمره أشهد الله أنه أنا جيت بهذا الـ الـ هذا جيت عملت مثلا الحج شيء ضيق منكمل بعدين بالنسبة ل ما ادخل تفاصيل مثلا منما لما الضغط هي عرفنا فلنفرض ضغط صداع ما بقى يتحمل صداع شديد مقدمة الراس خلف كل اعراض ارتفاع الضغط اذهب الى اقرب مستشفى الحمد لله سيارات الاسعاف موجودة والخدمات الطبية موجودة حيعطوا اكيد شيء ينزل له ضغطه وحيطوه تحت الملاحظه والمراقبه باذن الله تعالى لان كلنا عرفانين مضاعفات الضغط في للاسف الشديد من خاف لا قدر الله جلطه في الدماغ جلطه في القلب هي بالنسبه لمريض الضغط يبقى انا اخذت احتياطاتي واخذت معي جهاز ضغط قيس ضغطي ومعي حبوب الضغط والله شفت المغرب، اخذت الصبح حبيب. شفت المغرب ضغطي مرتفع، ناخذ نص وحده زياده. هون حيقول لي طيب يا دكتور انا دواء الضغط عندي فيه مدر للبول. يعني بفضل طبيبك المعالج تراجعه، قل له لو سمحت ممكن تشلي مدر البول من دواء الضغط خاصه وقت الحج. وهذه فكره جيده وطيبه. بحيث نحافظ على علاج الضغط نفسه ويكون مفيد لك فيها. هي بالنسبه أول مرض الضغط. نجي بعدين مريض السكر. هنا مريض السكر حيبذل مجهود يحط بباله دائما، حيبذل مجهود معناتها حيحرق السكريات، معناتها ممكن ينخفض السكر عنده. الناس اللي عم تاخذ حبوب أو منظم للسكر فقط، إن شاء الله ما بدخل فيه نوبات انخفاض سكر ولا ارتفاع. الناس اللي عم تاخذ حبوب سكر مع المنظم أو أنواع المنظمات هذا كمان نفس الطريقة معنا جهاز السكر بشيله معه تحليل بسيط بتعمل وفي الآن التحليل اللي بتحط بحطه هيك داية ممكن يتابع كل شوي كل شوي تحليل السكر عنده حتى لو ما بياخد انسولين في كثير مرضى عندي حطت البيست قصدي هاي السنسور وبحط الجوال تبعه وبطلع بشوف او تليفونه بطلع النتيجه وياريت كمان مريض السكر يعني يعني يلبس حلقه بايده مثلا مكتوب عليها اسمه مكتوب انا مريض مريض سكر او مريض ضغط يكتب يكتب اسمه مريض ضغط مثلا وزمرة الدم تبعته هي كمان جيده آه. نيجي بعدين بالنسبه للمريض السكر نيجي اللي عم يعني بياخد انسولين هون بقى بدك تهتم بنفسك يا اخي بتاخد مثل ثلاجه او حافظه للانسولين بحيث مثل ما بتاخد انت الانسولين بس نقصها هالمره شوي ناقص خمسه او ناقص اثنين ناقص اربعه يعني يعني السؤال فين؟ يعني نحاول نظبط السكر عندك دائما تحت ال وخمسين تراجع طبيبك قبل ما تروح على على الحج قول له انا هي بيعمل لك سكر تراكم وظيفه الكلى وظائف تحليل البول يتاكد ما في التهابات يعني إن شاء الله تنسخ مع الطبيب بحيث يهيئك طبيا أنك تكون تروح على الحج بإذن الله لأن أهم شيء يهمني مريض اللي بيأخذ إنسولين تمام؟ في الآن الحمد لله الجماعة اللي بحطوا الإنسولين الصناعي الأز البنكرياس الصناعي اللي هو هذا أنه حقه شيء 42-43 ألف ريال ويعطي وتحطه بجسمك وهو يعطي جرعات الانسولين على حسب ما يتحلل السكر كمان شيء جيد يعني الحمد لله كله مقدور عليه يعني ونحن الحمد لله كل الحجاج قاعدين ببلد الخدمات الصحيه فيه درجه الاولى حتى احسن من امريكا وكندا والله يحب بس انا كـ كـ كطبيب يعني وزاولت هناك، الفرق يعني طبيعي الحمد لله هون اسرع كل شيء سريع. بدك تعمل موجات بتعملها بداية بتاخذها ميعاد بسيط تلاقي مثلا في امريكا ها العلم عند الله بعد شهر بعد شهر ونص او في كندا على الرغم انه الطب مجاني والناس كلها مأمنه عليهم لكن الخدمات الله ها بدها صبر مثلا. بنكمل آه بالنسبه هذا لمريض السكر اهم شيء مريض السكر مريض السكر تاكد والله يرضى عليك محل البول تأكدوا ما في التهاب في المثانه او في البول الله يرضى عليك وتكون معك هيك ورقه فيها وظيفه الكلى كم عندك والسكر تراكم اخر مره كل هذا يفيد الطبيب يعني احتمالات التعرض الى انخفاض السكر او لا قدر الله ارتفاع السكر ودخول درجه لغيب هو اظن هي شويه يعني بدنا ننتبه الله يرضى عليك مشاريب الغازية ما بدنا العصيرات ما بدنا فقط الماء لمريض السكر حاول تكثر من الماء حتى لي طيب دكتور أنا ببساطة عم <applause> ببول يعني أوتوماتيكي أوكي نحن أيضا نعمل احتياطاتنا بحيث بنخلي السكر مضبوط عنا ضمن الطبيعي وبناخد الانسولين عندي وبحلل جهازي عندي كل شيء عندي يعني اخذ معي مؤونتي الطبيه كجهاز وك المد قصدي الادويه معي هاي بالنسبه لي انا عم بحاول ام يعني امشي يعني بشكل مقتضب اذا بده حد فيكم التفاصيل ممكن يراجع حلقاتي اكتب باليوتيوب صحتي قناه زاد امراض الضغط امراض السكر ان شاء الله بتفيد بتفيد يعني بياخذ شوي اطلاع اكثر نيجي هنا على امراض القلب عندي هنا مثلا امراض القلب يعني في مريض عندي عمل مثلا عنده كان سداد باحد الشرايين وعمل توسيع ومركب مثلاً دعامات أو توسع بالبالون هذا طبيعي يراجع طبيبه بتسأله هل أنا كف أسافر أطلع الحج هل أنا كف قلبي أقدر أمشي في الحج أقوم بمهام الحج يعني كمان لازم الطبيب يراجع الطبيب يخاف الله ويرشده شغلتنا بسيطة بإذن الله يعني غالباً اللي اللي تم توسيع الشرايين او ركب دعامات ادويتهم تبقى قليله ما هي هالادويه الكثيره الا اذا بقى معه ضغط وثكر. وسكر وسكر آه يكون عنده دائما اي وقت مريض او اي مرض جاله الم بصدره هي ملاحظه حتى لمريض الضغط مريض السكر حين يعني اؤكد انك تشيل معك شريط اسبرين حيث جاني ألم حط ثلاث حبات أسبرين أمضغة وأخليها بفمي عشر دقائق حبوب تحت اللسان ألم بصدري أحب حبة تحت اللسان ولمرضى القلب يا ريت يكون معكم الأدوية اللي مثل الأسبرين العيار 75 يا ريت آه يكون يعني إذا جالي ألم بصدري أزود أربع حبات أخذها و واطلب الاسعاف وطبيعي كل الحملات منظمه في طرق لسيارات الاسعاف في سرعه حتى هليكوبتر كل شيء موجود الحمد لله الخدمات متوفره منشان لاني ازمه قلبيه الان ما في غير اعمل هذا وبعدين اروح على اقرب مستشفى يكون فيها غرفه قسطره الحمد لله كل المستشفيات في مشاعر مشاعر كلها موجود فيها أطباء قلب مناوبون ومستعدين يعملوا قصرة ويوسعوا الشرايين ويركبوا دعامات هاي بالنسبة لمريض القلب الهاد لأن نجي بقى على مرحلة مريض قلب مثلا عنده صمامات جديدة عم بياخد مميع الدم خده بس انتبه ما حد بيخبطك ما حد تجنب الزحمة تجنب الأماكن هي. تمام ووكل عنك من يقوم يا اخي بالنسبه للجمرات. بالنسبه ما عندي مثلا المريض اللي عنده هبوط في عضله القلب نتيجه ازمه قلبيه اجت له العضله او صمامات اجت له العضله، كل هدول اذا هبوط في القلب مزمن اراجع طبيبي اذا قوه القلب عندي مثلا فوق 35، أربعين حيسمح لي اروح احج. إذا اقل هبوط مزمن في عضله القلب اكيد حيقول لك الدكتور يعني ممت... يعني ما هيسمح لك تحج يعني هبوط القلب هذا بده يكون معك دائما مدرات البول اللازكس والطبع الهبوط القلب يعني اكيد الدكتور يعطيك الادويه اللازمه التي ربما تحتاجها اثناء او او, أو المنتظم عليها انت في في الهاد لكن اللي يهمني دائما انه 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 المراء المريض اللي مصاب بهبوط في القلب شديد يفضل يعني في اذا بده بده يحج بشكل مرتاح جدا بده يكون حد يساعده يكون مشرف عليه طبيعي ما بصير يحج لنفسه لوحده لاني كلياتها محتاجه صحه وهمة ان شاء الله يعني يعني اسال الله أن يرزقنا جميعا الهمة في بعض المرضى المركبين منظمات للقلب في المنظم تحت الجلد وفي المنظم تحت الجلد وكلهم يعني هدول النوعين اللي اللي بياخذ هذاك اللي بياخذ اللي عنده هبوط مزمن في عضله القلب بركبوا له المنظم هذا طبيعي يكون حريص جدا وجدا هذا وينصح انه ما يحج لكن اللي مركب منظم قلب لتظبيط ضربات القلب ويمنع ما يوقف القلب البيس ميكر مثلا هذا كمان ممكن يروح لكن برجع بقولنا ننتبه يعني مش ما يدخل الزحام مشان ما يتعرض لخبطه او شيء هاي بالنسبه لمرض القلب والاحتياطات اللي بده يشيل لو كمان بنفس الوقت يكون معه جهاز للضغط واذا عنده سكر يكون معه استعداد للسكر أه، نيجي على المريض الكلى في فشل كلوي بس السبب ببدايته براجع طبيبه وسمح له للحج اوكي يروح اكيد المريض اللي بيغسل هذا صعب يعني مسكين كيف بده يحج وعنده غسيل مثلا هذا طبيعي اعانه الله وأوفقه الله بمن يتبرع له الكلى بالمناسبه يعني انا ما شفت مريض تبرع او او ابن او بنت تبرعت لامها او ابوها بالكلى بكليه من احدى كليتين وصار عمر انا عم بتابع سبحان الله هيك عندي كان نوع من الفضول كبروا بالسن سبحان الله ولم يصبهم شيء في الكلى من فضل الله تعالى الا بقى اذا عنده ضغط وسكر واهمل نفسه هو بقى هون هو الغلطان عارفان عنده كلى واحده لازم ينتبه أه بالنسبه للكلى طبيعي نرجع المغص الكلوي طبيعي اذا اجى اذا واحد معرض جيله مغص كلوي يكون عنده دائما ياخذ معه تحاميل او لبوس تبع المغص الكلوي او المغص المراره ايضا لازم يكون عند مع الواحد يعني بده يكون بيراجع طبيبه دكتور انا طالع الحج ايش الاحتمالات اللي ممكن اصاب فيها مثلا حيقول له اه خذ هذا النوع من لما يجيك الالم تستخدمه مثلا المرضى اللي عندهم قرحه في المعده او في الارتجاع كمان ادويه المعده تكون معك اخذها احتياط وتجنب الماكولات السريعه يعني اخي انت طالع تحج مو طالع تاكل انا هذا هذا يعني تكون هجره الى الله يا اخي لما تهجر الى الله خليك مع نفسك قنوع وتوكل الله حق توكله يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ان لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا يعني بتروح جوعانه ما لها عرفان الرزقه من بتا... وترجع سبحان الله لاني فعلا متوكلين على الله حق توكله ودائما الناس الحمد لله يعني لما يشوفوا حد مريض او تعبان او كبير كل الناس تلاقي عم بتعاونوا مع بعض وبحبوا يساعدوا هذا الانسان هاي بالنسبة قلت لكم دخلنا موضوع هذا المسكين اللي عنده هبوط في الكبد اكيد الدكتور حيقول له لا ما تطلع الحج بنرجع كمان اللي والله متحسن حالته كويس كمان يراجع طبيبه وانا والله عندي مي في بطني هبوط في وظائف الكبد وكان وضعك مستقر ممكن ايضا يسمح لك الطبيب بالحج اظن هيك يعني تقريبا انا حاولت يعني اكون مقتضب يعني 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 اعطي فكره فأذكر فانما الذكرى تنفع المؤمن يعني ذكرى تنفع كأنت كمريض مو والله هيك ترك على عماه هي غلط نعقل ونتوكل اخذ جميع اخذ الاسباب كلها واطلع اعمل اعمل حج احج وخاصة اللي عنده الاستطاعة يا أخي لازم لازم تحج الموت لا يفرق بين شباب وبين كبير كله سبحان الله إن شاء الله حسن الخاتمة يعني برجع يعني بركز على الخدمات هاي يعني في في هيك مقولة مقول الآن حبيت على إياها شيئان محزنان رجل لم يدخل المسجد إلا في جنازته، مسكين جابوا له المسجد طبيعي مسلم يجب أن نصلي عليه. مثل كثير من البلاد الإسلامية مسكين يتوفى ربما مسكين ما يعني لم يدخل المسجد، فلذلك نسأل الله العفو والعافية. وامرأة لم تستر نفسها إلا في كفانها والله هنا يعني يعني حضرت ولله الحمد اللهم آدم آه ال ال الوعي الديني في هذه البلاد يعني تلاقي مثلا امه كبيره في السن او جدته اثناء دفنه تلاقي بيمسكوا ال ال العبايه السوداء يعني ال هي مثلا وبغطوها كله خائف مع العلم مستوره كامله ومغطاة لكن هي كمان برفعوها هيك كم مشان مشان لا يظهر شيء شوف يا أخي شوف الواحد فينا احترامه مدى احترامه لوالدته لا لأخته لأمه لبنته لا ما بصير يا أخي هذا الشيء هذا التزام التزام أخلاقي والتزام ديني أن نحن الواحد فينا دائما يجب أن يهتم بأهله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بعدين 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 متى ستعود المرأة بتعجبني هالمقولة كما كانت صانعة الرجال لا فاتنة الرجال لأني لا تواخذوني عص السينما هوليوود ولا الأفلام ولا ولا الإعلانات كلها عم طلعوا المرأة مسكينة فاتنة ولا أي حتى تروح أمريكا فعلا إن يعني مسكينة عمال يسيئوا يسيئوا إلى المرأة بشكل فما في احترام ما في ما في مثل مثل الرجل ربما يعمل على أقصى أقصى من ذلك فلذلك يعني حان يعني لا تواخذونا نحن يعني لا بدي أنا عم لكم يعني لا بدي أقلد الأمريكان أو عرفانين أنتم كلها تكون قصصهم لا في عندهم لا تواخذوني غيري ولا عندهم للأسف الشديد يعني الأخلاقيات عدمت هناك نسأل الله العفو والعافية ويحافظ عليه ربنا يكرمنا دائما بال وفي عندي كمان شغله ثانيه يعني جدا مهمه حبيت اقول لكم اياها في ريتشارد دوكنز هذا يعني ملحد طول عمره ملحد 83 سنه ثلاث ارباع عمره قضاه في الالحاد والتسويق للالحاد ومحاربه الدين الدين يعني المسيحيه واليهوديه مثلا يعني هو من اعترف اعترف أنه الدين لما نزع عن أوروبا ضاعت هويتها وثقافتها يعني ما فيها قبل المسيحية ما لا إيه ميمة وبعد الآن ضيعوا المسيحية ما بقى لا إيه ومستقبلها الإلحادي لا قيمة له فعلا يعني شيء آه شيء غريب غريب المادية والهذا بصراحة يعني بتطلع هيك لا في احترام لا لا في احترام على أم لا في احترام على أحد يعني بتحس سبحان الله مجتمعات متفرقة أنا بقول والله يعني حتى هناك أوكي عم بيستخدموا التليفونات وعم بيستخدموا الهات لكن هن مفصولين عن بعضهم في العيلة لكن جات التليفون خربت الدنيا أكثر جات على مجتمعنا خربت المجتمعات تبعتنا يعني صار كل شيء ممكن تشوفه فلذلك نسال الله العفو والعافيه انه نخطط يا اخي بهدوء بهدوء كل اب وام عليكم بالنصيحه ما تنسوا النصيحه الصبح ظهر مساء ثلاث مرات يوميا مثل الادويه لا تملوا وبعدين الدعوه دائما انا بحب اذكركم فيها رب اوزني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي اعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اوزني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين هي يعني برجع بقولكم يعني على يعني وما ننسى يعني يعني انا حكيت انا هلا في الحج نحن في الحج يعني لازم تكون تورجوا اقصى ما يمكن اخلاقكم الحلوه انت جاي تحج يا اخي تورجينا مكارم اخلاقك مو جاي لهنا لتحارب خلي اخلاقك كويسه تعامل مع الناس بشكل طيب والله احنا بشوف مناظر الله الله بقى بقى واشكر رجال الامن والقائمين والمنظمين على صبر صبر الكبير نسال الله <تسجيل> أن يتم الخير والبركة في هذه البلد الكريمة التي تخ... أ... تخدم و... و... أ... يعني تخدم الحجاج بلاد الحرمين مش عارفين يا رب ويطيل في عمر <تكتبق> الملك خادم الحرمين الشريفين ولي عهده لأني فعلا أنا ما عم بقول مجاملة عم بقول فعلا يستاهل الشكر لأني فعلا هذه البلاد عم بتصور الحج لو كان في بلد آخر ماذا سيكون والله بد إمكانيات ما شاء الله من أحلى ما يمكن اللهم وفقهم إلى ذلك وسهل يكون هذا هل, هل موسم الحج هذه السنة خيرا وبركة وأمان وخير وفضل نسأل الله ذلك نيجي هون على الأسئلة عندنا عندي أسئلة كتير هم نحاول نرد على الأسئلة هاي في هون عند تقول خولة من اليمن أبي مريض عنده انسداد في الشرايين وعنده ضعف في عضلة القلب عمره سبعين سنة هل في تدخل جراحي لأنه قال أنا أنه ما في ما ماشي امل العمليه خطيره يمكن ان بالله لا افيدونا اشوف بالنسبه لهي وصل لمرحله هبوط في القلب شديد اولا بتكون تركبوله هذا منظم القلب الذي يمنع لخبط ضربات القلب ويموت المريض فجاه ما بعرف اذا هناك في اليمن من ي ي يركبه او يعرف يزرعه هي اول شيء لازم تركبوا له هذا الجهاز يعني بكلف تقريبا خمسين الف دولار الجهاز او اكثر تروحوا على مثلا تجيبوا له هنا على السعوديه الحمد لله فاتحه بالهذا ممكن يركبوا له اياه ويرجع على السعوديه مثلا او نزرع قلب بهذا السن عنده عنده مثلا رجال كبير مثلا سبعين سنه والله ممكن كمان بس زراعة القلب حتكون أصعبة حتقول لي طيب يا دكتور طيب والعمل يعني أنا برأيي يركب هذا المنظم ويأخد الأدوية المفروض يعني تروحي يعني عند أي أستاذ موجود في يدرس في الجامعة أي طبيب يدرس في الجامعة ويخاف الله وتحاولي تعرضي عليه وينصحك إن شاء الله بما يرضي الله أمها محمد من مصر هل الالبان ومنتجاتها تزيد الالتهابات في المجاري البوليه وتضر المراره؟ لا شوف هي اذا المراره في حجر وفيها التهاب شربت شيء لبن مثلا كامل الدسام حيأثر طبيعي على المراره ويجيب الم لكن الالبان كلها ممتازه وما في عندك اي مشكله وتنتقي الانواع الجيده ما معقول والله اشرب اكل لبن هو كريمه مثلا مليان دسم لا هذا لا, لا أفضل هذا الشيء يعني تنتقي النوع الجيد وتاكله جيد لاني ما في على تروح امريكا كندا طول الوقت حط لك صوره واحد شرب او وحده حليب وعلامه الحليب على شفايفهم يعني تشجع الناس تشرب حليب لاني هناك ربما بالشهر ما بيشرب له كاسه حليب الولد هناك 13 14 سنه او البنت يلا تقلع من بيته او ترك بيته او بده ينفصل الاخ ولا بتذكر مسكين لا اكل ولا شرب ولا يعني لا تواخذوني يا جماعه حضاره مقنعه هي هون احنا الواحد مثلا بدك تاكل هم ابنك ايش اكل ايش شرب توصيه تحكي ما عندنا ما عندنا شغله غير نوصي ايش اكلت ايش شربت يعني الواحد فينا لازم يا جماعه برجع بكرر اولادك برقبتك لا تنسى أنك مسؤول عنهم أمام الله في الأخ منى الأخت منى من مصر عندي شقيقة بقالي 8 سنين 8 بياخد دوبكين قرص صبح ونص قرص بالليل دلوقتي نوبات صرع بتزيد وممكن تستمر عشرة ايام باخذ كثير شوفي هاي هون الله يرضى عليك بتروحي عن طبيب مخ واعصاب وليله بما يرضي الله شوف لي مستوى العلاج لاني حبه حبه مرتين يعني قليله ربما تحتاج دواء ثاني للصرع دواء تاني للصراع بنعطيه وبنراقب تخطيط الدماغ هل هالبؤره النشطه في الدماغ راحت اذا راحت وبنعمل تحليل تركيز الدواء مثلا هو هذا اللي عم تاخذه الدوباكين في الفالبوريك اسيد اللي هو موجود بنعمل له تحليل في الدم، إذا وصلت جرعته العلاجية هي معناتها هذا ما هو مكفي وعم بيجي له صرع معناتها بدي أزيد نوع ثاني، بدي دا أعمل أشعة رنين مغناطيسي أشوف ايش في في دماغه، يعني بدهم طبيب يخاف الله وفي عدة أطباء في القصر العيني ما شاء الله أو بعين شمس، أنت ما رضاك تروحي لعندهم قولي له وبعدين التشخيص وسائل التشخيص رخيصة وما هي مكلفة حتى إذا ما كلفة ادخلي عن طريق العيادات الخارجية في المستشفيات المهم بما يرضي الله تزبط لأن حرام يجي الصرع وتأذي نفسها تمام أنا برأي تروحي على هذا وبعدين مثلا ما كفى بنزود دواء ثاني لا صحيح. ما كفى يعني لا تؤخذ يعني الواحد لازم ينضبط الضغط يعني انا عندي حماتي مثلا عمرها مسكينه 70 75 وسبعين سنه ولسه عم تجي لها نوبات الصرع نتيجه كان عندها الضغط واثر على قشره الدماغ صار عندها مناطق للصرع حنزود عم تاخذ نوعين من هذا من الدواء وبالجرعه الكامله لازم نزود دواء ثالث المهم هالمريض يبقى سليم ما تجي له نوبات الصرع هنا الأخ من اليمن صادق أحمد نجد عندي مشكلة أعاني من الفطريات باستمرار في الفم وعندي شلل في الجزاء السفلي وعندي إمساك إيش الحد الله يحفظك أعانك الله وشفاك الله أولاً تعمل علاج طبيعي وتحول حد من البيت ولادك كل ما بده يجي يزورك السلام عليكم يحرك لك الركبه عند منطقه الركبه عند منطقه الكعب عند منطقه الفخذ لازم يحركوا لك رجليك وهون المشكله الفطريات بدك تتعالج بدك تشوف طبيب جلديه يعطيك مرهم وبخاخ وحبوب ضد الفطريات والامساك نركز نشرب شوربه لازم لاني يعني وضعك صعب يا اخي بعدين يجيلك التهابات تحت تقرحات في المقعد فلذلك لازم نظافه تامه اكيد الله يعزك عم تاخذ حفاضات حفاضات نوع جيد جيبه ولادك يخلوا لك بالنسبه ل يكون دائما نظيف تحت جهازك التناسلي ومنطقتك والحوض والمقعد والامساك من يعني مثلا نص كاسه زيت مع سلطه نص كاسه زيت مع لبن رايب وشوربة لازم بطنك تبقى لينة وتك اول شيء تكافح لي الامساك وتخلصه منال وتحلل يا ريت الغده الدرقيه ربما عندك الغده الدرقيه كسلانه هي سبب الامساك يعني موضوع شوف ايش يعني عفوا بعت لي الادويه اللي عم بياخذها كلها بس مبدئيا اسمعوا الحلقه بعد ما اخلص ان شاء الله بتفيدك بتفيدك اكثر ان شاء الله تعالى المخرج عم بيقول لي لازم نختم هون هون بختم بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم التي تعتبر يعني يعني فيها رجاء كبير بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني الواحد فينا دائما يتفكر في هذا الكون ويدعو الله دائما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اتقدم بالشكر الجزيل للمخرج ولمدير القناه والاخوه عم صوره هون ارجو من الله ان نلقاكم بخير دائما وكل عام وانتم بخير ووفقنا الله لصيام هذه الحجه ووفقنا الله حسن الخلق والذوق يا رب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لدي امانه من خالقي فمن الامانه الاهتمام بصحتي صونا لها بوقايه وتحفظ والاخذ بالاسباب عند اصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منه الرحمن ليس بقدرتي